كانوا نخلي السيد مصطفى كردفاني يورينهم كيف قابلوا هذا الواقع الجديد كشركة طيران وكغرفة بتاعت نقل جوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في البداية لو تديني دقيقة ونص أوري التكلفة بتاع الطيران بتنتج عن شنو. تمام، تفضل. والتسعيرة بتعتمد على شنو. التكلفة بتعتمد أول شيء من أعلى التكلفات الوقود، ثاني تكلفة الصيانة، ثالث تكلفة التأمين، بعد بتجي قصة الأوفرهيدز والمواهي والإيجارات والتلفونات وإلى آخره، لكن دي الأسس الرئيسية لتكلفة التشغيل. التسعيرة حقيقة مسألة معقدة جدا، بتعتمد على عوامل كثيرة جدا، وأنا بأكد لك مش الشركات الوطنية، كل شركات العالم بتعمل هامش ربح قليل جدا جدا جدا، لأنه ده مهم عشان هي تواصل عملياتها. التسعيرة فيها عوامل كثيرة، أول حاجة نوع الطائرة، تكلفتها، تصرف وقود قدر شنو، مسافة الرحلة، كل ما طالت صرف الوقود قل، عدد الركاب ماشي وجاي. يعني عشان تسعر التذكرة دي في عوامل كثيرة جدا جدا ومعقدة، ودائرة أنه يعني الناس بحرفية عالية جدا ومهنية عالية جدا جدا تصل للتكلفة اللي بتداها مش ربح معقول. القرار الحقيقة يعني تخوفنا منه من أنه يا الناس تشتغل بالخسارة يا تشتغل بربح وعدد الركاب يبدأ يقل، تنفر الراكب. يعني دي المعادلة اللي احنا حسا عايشينها وفي محاولة لعلاجها. طيب لو محجوب المك معانا الآن، لو موجود معانا برضو نقدر نشوف هو برضو كيف بينظروا لهذه الزيادات وتأثيرها. كمحجوب طبعا رئيس اتحاد وكالات السفر، سيد محجوب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الزيادة في الأسعار تمت بتحريك سعر الدولار بحسب شركات الطيران. الزيادة كانت كبيرة جدا من 6.2 ل 15.9، فدي حتكون عبء كبير جدا على المسافر. ونحن كوكالات السفر بنرى انه ده بيقوم يحجم الركاب عن السفر الا لظروف طارئه جدا جدا، وحيأثر علينا نحن في المبيعات بتاعتنا، ويأثر على المواطن السوداني في حركته الضروريه لخارج السودان. طيب كده ادينا سيد محجوب الان الواقع بيقول شنو؟ نحن نقرا في وسائل التواصل يقول لك الطيران المصريه قالت نحن ما حنزيد الاسعار، ونسال ثاني نعرف انه هم عمليا زادوا الاسعار. السعوديه يعني كده ورينا الان الواقع شنو بيقول. والله حقيقه في بعض الشركات من السعوديه والخليجيه والمصريه ابتدوا زادوا زياده طفيفه جدا، نقصوا السعر بتاع الدولار اللي بحاسبوا به التذكره، وعشان يعني تضربوا في 15.8 بيكون سعر التذكره معقول يعني.